مثلا يعني احنا هناخدها برج برج. تمام لو احنا ابتدينا ببرج الحمل، تمام لما لو انا ارتبطت بحد من برج الحمل، ايه الصفة الصعبة او السلبية اللي قابلها فيه؟ خلينا نقول الشك والعصبية أو تمام، الاندفاع، دي مشكلة برج الحمل، ما بيعرفش يعمل كنترول على الصفات دي تحديدا. بما انه مثلا برج ناري عشان بما انه كده. برج ناري مندفع وشكاك بطبعه، يعني برج الحمل من الأبراج اللي هي أبراج شكاكة، تمام فده بيخنق الطرف الآخر في التعامل أو الارتباط معاه. تمام لو نقلنا بقى رحنا على برج الثور، برج الثور التحفظ الشديد والعند الشديد. انا بس قبل ما اتنقل من برج الحمل، مثلا لو انا عايز اعرف اكتر برج يمشي معاه بقى، بما ان مع قلنا برج مثلا الحمل العصبية والعند وكده، بما انه هو برج ناري، هو الاسد، بس الاثنين هيجننوا بعض وقت ما عشان العصبيه، يعني الاثنين ناري. هيجننوا بعض، بس هما الاثنين يعني بيعرفوا ان هما يصالحوا بعض، يرادوا بعض زي ما احنا بنقول كده، في طيب كيمياء يتماشوا مع بعض. تمام، ندخل على برج الثور، الصفة التحفظ السلبية. التحفظ الشديد زياده.